Salam. Alors, aujourd'hui, pas de montage. Je vais vous montrer ce que je fais. D'abord, je vais vous montrer ce que je fais. Mais vu que Inch'Allah, je vais déjà le repas d'hier ce soir. Je vais vous montrer le haut. Je vais vous montrer le cabayo. On a fait les poivrons. Donc, je vais vous montrer un repas pour vider le frigo. باش نخوي الثلاجه عندي من الخضره اللي دوزات اكثر من سيمانه ما عرفتش واش ديجا تشوفوا في لي فيديو القدام انا هنا في بلجيكا نتقدى مره في جوج سيمانات مره في 15 يوم من السوق كنحاول انني نجيب الخضره اللي تدي ليا هكا سيمانه 10 ايام ماكسيموم هيك Malheureusement, la plupart des choses qui sont en sortent dans le frigo. Donc, rien que ça. Mais je vais dire aussi que ce soit les supermarchés, soit le marché, ou le marché de l'abattoir, et on a aussi le radier du frigo. Moi, donc, on a le poivron. On a un peu de camélie. On a un plata. On a un plata. On a un peu de camélie. Donc, هادي غادي نقطعها او طنط طاجين ما غيكونش غير ليا غيكون ليا ومراجلي وبنتي هما غادي نزيد ليهم في ان تي كوان شويه ديال لي باتات ديال الطاطا باتات ديال بوندوتا سمحوا لي انا راه عندي فرنسي وايطاليانيه وعربيه مخلطه ان توكا Et donc, qui fait le je suis les vitamines. La photo. Donc, on a la vitamine D, on a un autre vitamine, on a des intégrateurs pour les cheveux. Qui sont deux mois déjà. D'être le premier paquet d'il y a un mois. Ou d'abord le deuxième. Avec le voyage et tout ça, il y a peut-être des jours. Mais c'est pas grave. Ça a l'air de faire une native. On a dit que c'est un autre de ça. Ou est-ce que c'est fort capable que tu aies une pharmacie ou la parapharmacie. Qu'il soit la France, soit l'Italie, soit la Belgique. ماشي غالي بزاف خديت انا الباكيت كان بروموسيون 3 موا ب 20 اورو دونك ناخذ جوج في النهار كناخذ المولتي فيتامين باش هكا حيت اون توكا راه الصيام راه كي كتبقاي بزاف ديال السوايع بلا ما تعطي الجسم ديالك اون موا لي فيتامين دونك ني سكر ني غرا مي دي فيتامين غادي يكون ديما محتاج ليهم Donc, je me fais un dos, mais un bon, je suis là. Ça y est. Donc, qui est comme ça. D'abord, je vais vous amener sur le main. Je vais vous montrer d'ailleurs. Finalement, quand je vais vous montrer, je suis là. Ça y est, quand je vais vous montrer la vidéo, la tête. نصحابني باش انني نبقى نشرب الماء ديما وانا جالسه وفعلا سي فري احسن حاجه هو الانسان يجلس ويشرب باش يستافد من هذاك الماء اللي غادي يشربه وصافي ان شاء الله غادي نرد الطاجين ديالي غادي ندير ليه الاقامه ديالو وغادي نحطو باش فاش نرجع واخا الا ما عرفتش شحال ديال الوقت غادي نبقى برا خاصني نيت نتقدى شي حوايج ناقصيني لهاد لا سيمين ما تكونش تقضيه كبيره حيت ما عنديش لا فواطور اجوردي غنمشي غير انا وبنتي بالكروسه وبالبوس دونك كناخد غير اللازم بحال خل التفاح حيت صراحه بغيت نكمل لا كور دونك هذا شهر باش كنت بديتها بغيت نكمل على الاقل واحد 3 موا ديال لا كور ديال الخل ديال التفاح هذا هو دونك ان شاء الله غنحاول انني نرجع مع الوحده ماكسيموم جوج باش ندير اول وجبه ديالي يعني اول وجبه اليوم غادي تكون مع الوحده البارح درت الماكله مع الساعه
7 تقسيمات بحال هكا. دونك كانت اخر وجبه ديالي. ابري شربت دو تيزان وصراحة هاد لا سيمين في كي درت بلوزيغ ايكار و يعني ما كنتش كي يقولوا ما داومتش على البروغرام بطريقه صحيحه, حيت انا عندي مشكل ديال فاش كتبدل لي لا روتين تيكون عندي حوايج اخرين كنخرج هكا ما كنكونش في الدار, يعني ما كنقدرش ناكل الوجبه ديالي في وقتها اولا ما كنقدرش ناكل داكشي اللي بغيت انا بالضبط, ولا كتكون عندي شي حد يعني بحال كيتخسر لك النظام ديالك. وهاد لا سيمين لقيت راسي رجعت شويه ديال لو بوا, مي صراحه اشك حتى في لا بالانس, عندي واحد الميزان ديما خاصني نبدل له الحجر وان شاء الله ناويه انني ناخذ هذوك لي موديل اللي تيكونوا كونيكتي مع التليفون. لقيت وحده في امازون ب 30 يورو ان شاء الله غادي ناخذها ونبارطاجيها معكم نيت. دونك بالنسبه للوزن السيمانه اللي فاتت ماشي دوس هذه جوج سيمانات كنت وصلت ل 85.2. بالنسبه للناس اللي يتفرجوا في فيديو اول مره, انا بديت بلو بوا ديال 101.6 كيلو في شهر 5. هذا البوا كانت اول بيزي من بعد عام, كنت كنرضع بنتي, كنت حامله, كنت مهم بزاف ديال الحوايج خلاوني انني نوصل لهذاك الوزن. هذاك الشيء علاش قررت ابارتيغ دو ماي باش انني ندير ان بروغرام باش نقص الوزن, حيت 26 يعني خليت لاشيت راسي بزاف. دونك قررت انني نعاود ندير واحد لا بريزون ديال لا سيتواسيون, جربت دي برودوي باش نحاول انني زعما نسرع لا بيغ دو بوا, مي المهم بيهم نقدروا نقولوا من ماي حتى لجويي طيحت 3 كيلو. كنت طيحت اكثر مي فاش كنت كنحبس تنعاود نرجع سي بوغ سا ابارتيغ دو جويي بديت بروغرام ديال الصيام المتقاطع ولي روبا لو كارب, و دونك بديت بواحد 98 كيلو نقدر نقولو. ولحد اليوم لحد السيمانه هادي جوج سيمانات كنت وصلت ل 85 كيلو. دونك بحال تقولوا طيحت 14 كيلو من جويه, اما الى حسبنا من ماي طيحت قريبه 17 كيلو. ولكن درميغمون قلت لكم درت هاد لي تيزيكار هكا و ديجا بوغ لا سيتواسيون ديالنا حنا لي فام جو سي ان بو غونفلي, اي اون بليس واحد لو سوجي اللي بغيت نهضر فيه ان شاء الله في شي فيديو هو لو بروبليم ديال لا كونستيباسيون افيك مع هاد لو جونغ ديال لاليمونطاسيون, هو شي حاجه اللي عاديه وما عادياش, كاين اللي كيلقى مشكل كاين اللي ما كيلقى حتى شي مشكل, ولكن يعني انا دابا حاليا كنت كنحاول عاون راسي غير بلي تيزان ديتوكس هكا ديال ترانزيت, مي صراحه سورتو هادوك لي فيهم لي فو دو سيني, مي صراحه تنقلب على شي بديل حيت اون فوا كتحبس هادوك لي تيزان كترجع لا كونستيباسيون و سي با كيلك شوز دو فيان, و اصلا كيقولو عليهم بلي مع الوقت كتقدر انها دير ليك لو زعما لي زانتيستان ديالك. داكشي علاش ابارتيغ دوجوردي قررت انني نبدا لا كور ديال البسيليوم. البسيليوم هما دي فيبر, هما واحد تيقولوا ليهم دي بوتشي دي بحال قلتو القشره ديال هاد هي عشبه, المهم ما واخداش عليها دي زانفورماسيون دونك ما بغيتش نقول لكم شي حاجه غلط. مهم لفيت هو انهم داروا عليها بزاف ديال لي زيتود, منهم واحد ليتود اللي جربوا فيه واحد 16 شخص عطاوه 7 غرام ديال هاد البسيليوم 3 مرات في النهار, ولقاو بلي مع المده كيقدر انه يعطي واحد النتيجه مزيانه, وسورتو انه ناتوريل وانه تساعدك وماشي غير هكا اون فوا تحب هو اي حاجه اون فوا تحبسها
راه تقدر ترجع للقبل، مي اون توكا غادي نحاولها. قال لك بلي مزيان، دونك غنبدا نشرب، ناخذ معلقه الصباح ومعلقه في العشيه. نيت غنخلي هذا دابا معاكم، دونك ناخذ معلقه هي كديروها فيكم وكتشربوا من موراها الماء. المهم هي هادي، غادي نحاول نجربها هاد السيمانه كامله. هو كيقول لك واخا الايام الاولى كتاخذها ما كتبدا تعطي المفعول ديالها على واحد 3 جوغ، دونك غادي نجربها وان شاء الله غادي نرد عليكم في لا فان ديال السومين بروشين. دونك قلت لكم بالنسبه للوزن كنت وصلت ل 85.2، راه دايوغ وريتها في واحد لا فيديو فاش بديت الاوماد. ما اليوم فاش تعبرت لقيت 87.8، دونك كانت عندي واحد لا بريز دو بوا ديال 2 كيلو 600 غرام. ما سي با غراف، ماشي مشكل. انا عارفه كو اون فوا كديرها يعني كتدخل الجسم ديالك السكر فاش نتا كتكون حيدو، ممكن انك تنفخ، كتكون لا ريتونسيون دو اون بلوس ما بيريود، دونك حتى هي كيكون فيها دي. مي انا متيقنه بلي في هاد لا سيمين ميم موان دون سيمين غادي نقدر انني نرجع لو بوا ديال افون. ودايا غادي نوريكم غنبارطاجي معاكم لو بوا لا بير دو بوا. كيف قلت لكم كل نهار غنبقى ندير لكم لي فيديو ديال لا روتين اليمونتير، شنو كناكل وسط النهار، اي اون بلوس لا تشالنج ديال لا كورد سوتي، يعني كندير الحبل كل نهار. كل نهار كنزيد شويه، دونك تبداو ب 30 ابري 60 ابري 90 ابري تبداو بدقيقه ونص جوج دقائق، المهم نهار من نهار. و شاك 5 جوغ كديروا اون بوز. دونك انا البارح درت 30 في 30 في 30 يعني 90، اليوم غنحاول انني ندير 120، دونك 30 في 30 في 30 في 30 سي سا. ما كنديرش شي حركه اخرى، شي سبور اخر، شي اكتيفيتي اخرى، صراحه الوقت ما تيساعدش. مهم هضرت بزاف، غادي ندوز نرد الطاجين ديالي. دونك قطعت الخضره ديالي درتها في الطاجين، درت شويه ديال القمح في الحوت، ماشي بزاف، شويه ديال البزار، تحميره هاد التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، وشويه ديال القزبر هذا ستشي، ودرت شويه ديال ورق سيدنا موسى. ناقصني الحامض وناقصني الزيت. مهم انا غنقادهم غادي غير نخليه هكا ان شاء الله، فاش غنخرج غادي نتغدى و غادي نجيب معايا الحامض، جيسبيغ نتفكرو ديما كنساه، و غادي نجيب معايا حتى الزيت ان شاء الله باش نزيدو مع الطاجين نخليه يطيب على خاطرو. راكم عارفين دونك انا ما وريتكمش بزاف حيت ماشي غوسيط اللي هي سبيسيال ولا شي حاجه، راه كلشي كيعرف يطيب الطاجين. غير هو انا درت فيه هاد الشكل، ما درتش البصله وما غاديش نزيد البطاطا، سي با غراف، ميم بور مو ماري ما في هاد الشيء بركه. دونك غنسد عليه وغنخليه وغادي نوجد راسي باش نخرج.
Crispy onions. سلام. دونك كيف وريتكم كنت خارجة درت هكا دورة صغيرة خديت هاد السبورة باش نبقى نقيد فيها لمنيو دلا سيمين كان عليكم كنصحكم انكم قبل ما تدخل السيمانة ديالكم ديروا منيو باش هكا تبعو بليو موا باش تقدروا ديروا حتى لا ليست ديال لي كورس خديت هذا من اكسيون معرفش واش نتوما حداكم اكسيون صراحة بغيت نجربو حيت فيه sugar free ou fait 0 glucides donc 0 0. Je vais l'essayer une chose pour le coup. Et aussi surtout j'ai acheté le vinaigre de cidre donc hada je l'ai pris avec fait de la marque Holland & Barrett galik blimzien donc radian jarbon inchallah ça coûte pas très cher il était à 2,79€ donc il est qu'un hada comme sirolo. باش نصاوبو هاد الكوتور غادي نديرو غير ان ياغورت غريك لي يكون تاك ناتور غنجيبو اون بول بتيت بول دونك نورمالمون تقدرو تصاوبوه ديريكتومون في هدا مي بور لي فوتو انستغرام جو في لو ميتر ايسي دونك دامون ديالكم Ça va faire nature, mais en même temps, il est celui-là gras. Parce que je tarde light, faire l'alimentation, je n'ai pas de light. Light et hajali que tu fais light, il y a des sucres ajoutés. Donc il ne faut pas de nature, de avec matière gras. Donc, mettre à fausse. Allez, je suis à dire les graines de chia. On suit une bonne quantité. On a un dit chocolat noir 90%. Alors d'Armel l'Italie fait 14 grammes de glucides par 100 grammes. Mais alors on a fait un petit carré. Donc ça sera plus ou moins 10 grammes ça. Donc c'est 1,4 glucides. Donc il faut compter le mot en a compte d'autres choses les glucides donc tu as fait chaque les glucides que tu as cloué en mer voilà un calcul est vraiment simple regarde les produits d'abord les quatre cas qui te barre quatre cas d'ima les valeurs nutritionnelles donc il me semble comme en a compte tu as fait chaque voilà على حسب الذوق ديالكم تقدروا تزيدوا ستيفيا انا مره كنستعملها دونك ستيفياتيك مي في لاماركت اللي مشيت اليوم دابا ندير لكم ان بيتي تور ان شاء الله لقيت عندهم قدر مره اخرى ناخذها مي انا هذه كدير ليا فريمون واحد المده كيف شفتوا كندور غير جوج نقيطات زعما كتحلي والحلاوه ديالها ماشي خايبه الحلاوه ديالها فريمون مزيان دونك صافي هذا هو الكوتي ديالنا سلام دونك كيفما شفتو رجعت للدار درت الكوتي ديالي كليت المانول و خرجت دابا باش نتقدى التقدية Thank you.
Coucou le Binet, bonsoir. Alors, malheureusement, je suis maintenant les courses. Donc, madame Tajin Rayer, dialogue, c'est Zev, Karaj, Anani, 12, Kouchil, Mikla. On te dit bon, bref, maintenant, donc, c'est allé, je suis dit, c'est tout. On va dire, c'est allé, je suis. نخليها تنحس بها قربات وغدا بغيت نحاول نزرب باش ناكل اول اخر وجبه قبل من 8 وباش من بعد نبدا الصيام. دونك قلت لكم دابا 7 قريبة اقسم. يلا جيت المنطقه ديال اللي شفتو اللي وريتكم وريتكم باللي مشيت، ولكن تقدي انا عاد نوريها لكم يلا دخلتها وباش بارطاجي معاكم تقديا. ما تقديتش داكشي ديال الخضره وداكشي ديال الكزار حيت كنمشي له في الاخر ديال السيمانه في الويكاند، كنمشي له للمارشي ديال لاباتوار. دونك بوغ لو مومون خديت غير داكشي ديالي هو فرماج وحليب وداكشي الاخر صافي. يلا شويه ونرجع لكم لي كورس. الوغ جيت نوريكم فيت فيت لي كورس. دونك انا خديت الياغورت، خديت هذاك 10% 10% ديال لي غرا. دونك ما تاخذوش اللايت حيت يكون زايدين فيه السكر. دونك هذا كتكون فيه سكر 3.6. دونك هو اللي هابط بزاف ديال الفرماج اي مينتال، حتى هو تيكون فيه سكر زيرو. خديت الموتزاريلا. دونك هادي التقديه اللي تقريبا كدير ليا ما بين سيمانه حتى 10 ايام، حنا كنبدل كل نهار. دونك خديت السبدة، خديت هادي دوس وهادي صالي، خديت الحليب سون سكر ديال اللوز، خديت البيض، خديت لاكريم اونتيير. هادي كنديرها سوا في لي غوسيت سوا الصباح مع لو كافي فاش كنبغي نهرس القهوة الكحلة. خديت دي شومبينيون، هادو راهم فيهم زيرو زيرو دونك متخافوش منهم فريمون اقسم بزاف. خديت لاصوص طوماط هاكا مرة مرة، صراحه ما كنستعملهاش بزاف دونك ماشي مشكل. خديت المايونيز بيو دونك دو طون زون طون. خديت بزاف ديال لي بروكولي لقيتهم اون ريدكسيون. خديت لافوكا، كناخذ بزاف حيت تنخاف يخسر ليا. خديت كوكومبر، هنا هذا هو الخيار عندهم هكا طويل، هنا تعجبني صراحه الخيار ديال المغرب الصغير ولكن هنا ما كاينش. خديت الحامض هكا لي غوسيت ديال الحوت ديما كنساه. ديت الفرجات بغيت ندير بها دي سباغيتي، ديت الزيتون كيفما شفتو كنديرهم ديما في لاغوسيت ديال الصباح. وصافي هذا هو تقريبا داكشي اللي خديت. ان شاء الله شي لاخر ديال الخضره وديال اللحوم، اللحم الحمار والدجاج والحوت كناخدو نهار الحد من المارشي ان شاء الله. سي سا دونك ندوز نشوف المقله ديالي. دونك غسلت قطعة نص ديال الحامضه، درت واحد شويه حيت الحوت كنقلاها دغيا كتزرب على الخضره وعلى الحوت حتى هي تحط دغيا كتبات. دونك هنا دزت باش ناخذ الماء والخل ديالي قبل ما ناكل. كيف ما قلت لكم كنشرب كاس ديال الماء مع جوج حتى ثلاثه ديال المعالق ديال الخل التفاح. هذا يلا شريته اليوم كيف ما وريتكم بيو ونون باستوريزي، كاليتي ديالو مزيانه. دونك عندي ثلاثه ديال المعالق في الكاس ديال الماء. دونك هذا هاد الحلية تصوير عندي اليوم ماشي شي حاجه غير بغيت نضرب باش نحاول انني نجيب الوقت. هو هذاك او ما نتعطلش ندير روينا خاصني نجد خاصني نغوضو زعما غادي نشري قبل كلشي غادي نكمل غادي ناكل عاد نور نكمل هادشي. دونك خاصكم تحاولوا فريمون انكم تحترموا الوجبات والثقل ديال الوجبات. غادي نزيد شويه ديال لاصوص طوماط شويه باش نعطيو شويه ديال البنه غادي نخليه يحلو حيت ديجا الحوت طاب صغير الخضره شويه مازال شد في راسها وصافي.
دونك واخا لقيتكم بغيت نبارطاجي معاكم كلشي كيفاش كندوز النهار ديالي. كاس ديال الخل التفاح غنتسنى واحد شويه مازال نشف حتى الخضره ونوريكم التبصير. دونك هذا الشكل هو ديال الوجبه ديالي. ماشي شي غوسيت تري تري سبيسيال، شي حاجه سهله مي اللي كتخليكم انكم تريسبكتيو لو بروغرام. دونك كيف ما قلت لكم الصباح هذا كان اول نهار ديال لا ريبريز. ا بارتير دو اجوردي نحاول انني نوريكم يوميا داكشي اللي كناكل، بارطاجي معكم لي غوبا من الصباح حتى العشيه. سي بو سا حاولوا انكم تشجعوني، الا عندكم شي اسئله الا عندكم شي ملاحظات خليهم ليا في لي كومونتير. دونك كليت بشويه عليا يعني بديت الماكله مع ونص وحاولت نكمل شويه مزربه مي دونك ساليت مع لا روب قلق سمين وديريكتومون اكتيفيت التايمر ديال لو جون باش يحسب ليا 18 ساعه من هنا حتى الغدا. واخر حاجه من مورا ما سمعت لا كويزين وسمعت ديك الروينه اللي كانت عندي وجدت اون تيزان بشويه ديال القرفه وواحد لانفوزيون ديتوكس وطلعت باش ندير لكم المونتاج ديال الفيديو. كان هذا هو الفيديو، كنشكركم انكم وصلتوا حتى لهنا، ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك.